السلام عليكم. انطلقنا من بغداد للبصرة الساعة 10 الصبح حتى نشوف طريق ملائم قبل الشركات الأخرى، وتخلل الطريق الكثير من اللقالق اللي تقعد على أبراج الكهرباء، والكثير من الاحتفالات والحماس والكثير من النوم. أول توقف لنا كان باستراحة قرب الناصرية، وتفاجأت انه مو احنا اول الناس ولا احنا قبل الشركات. السيارات موجودة والازدحام كأنه يغطي الملعب من هسه. الاعلام بقى يشجع على شراء البطاقات وحضور المباراة ومؤازرة المنتخب، تخوفا من ان تكون المباراة مو مهمة بالنسبة للناس، بس واضح انه الشغل ما هيك. هذا هسه هيك هوسه الشعر مستعله. اي بعد احنا جايين من وقت، يعني كلش ممتاز التوقيت. التوقيت ايه؟ كلش ممتاز، يعني بعد ساعتين هنا تصير كربلاء من الزخم من الزخم. وبعد استراحه اقل من نص ساعه انطلقنا للبصره. طريقنا شفنا هذا الحادث. هواي مشارف البصره، صرنا قريبين كلش. اخيرا وصلنا ونزلنا بالفندق تقريبا الساعة 5، نستلم الغرف ونرتاح نص ساعة وننطلق للإفطار. جاي مع بغداد قسم علوم الحاسبات. ومن الفندق طلعنا للمطعم يعني قبل الإفطار بخمس دقائق. ذكرني خليك. بسم الله. الحمد لله خلصنا الافطار، بطايقنا بيدنا، باقي 3 ساعات على المباراة. انطلقنا مباشرة بوجهنا للملعب، وبالطريق توزعت الاعلام وكلها اجواء حماسية واغاني وطنية واغاني رياضية. وبالطريق لحد الان سلامات، ماكو اشكالات بالطريق، ماكو ازدحامات. هسه نبدي رحله العذاب. هذا الملعب لازم نوصل له. علي وياك علي. تفضل. علي وياك علي. علي وياك علي. علي وياك علي. علي وياك علي. الملعب تشوفوه لو ما يبين. لازم نوصل لهناك يا مشي. علي وياك علي. علي وياك علي. علي وياك علي. هاك سيارتنا شو تفوت من هنا؟ شو راح اطلع من هنا؟ عايشين على الشارع. وين محمد؟ امشي طول عليك. امشي روح. الدنيا ظلمة، شو راح ندير؟ المهم احنا عندنا في المسافة في نص ساعة مشي روحة. مش معدل والله غاسي هسه وديك رقم شنو؟ ايوه القوات الخاصه ما عندهاش تمرين. اليوم دور 10 على الجمهوري وصلنا لمنطقة النور. هذا النور. يلا يعني يلا طلع على والكيلومترين عبرناهن، وصلنا هسه بوابة رقم 5
ذي تجي خمسة وراها بنفس المسافة تجي أربعة. دخلنا من عنق الزجاجة، من عنق الزجاجة دخلنا، صرنا فيلم. تعال حجي واسم ورانا. اقتربنا، صار لنا ساعة ونص نمشي، هسه بعدنا في نص ساعة. الملعب فائق الجمال ومتين البنيان ما احكي لك، بس المشكلة بمقترباته، شلون توصل الملعب واطراف الملعب؟ بعدنا بنفرق. يلا يوصل. اي هاي وصلنا الملعب، بس شلون وصلنا وصلت؟ يا يا يدري ما يدري قضبت عدس. الملعب مقبل تماما والحضور مو اقل من 60,000، والممرات فوقها في الدلفين، وخارج الملعب بالتمرين في 5,000. واسكت وخليها. وهاي الفعالية صدق فاجأتني، يعني نزلت راية ما ادري ايش قد طولها، ما ادري ايش قد عرضها، كل العمل طوعي والناس كلها تتعاون بيها. الراية تنزل تغطي 10,000 متفرج، انت تخيل راية تغطي 10,000 متفرج، بقى شو راح تنزل؟ وعند اقول 10,000 هي الراية تغطي المقصورة والاجنحة مال المقصورة، يعني انا ما اعرف قدرتها 10,000 الا 15,000. نزل الفريقين من حزب سلام الجمهوري للضيف اولا، وهاي جمهور كل الحماس موجود عند الجمهور، لكن المباراة بقت تمر بمرحلة رتابة وضياع، وشوي شوي الجمهور قام يفقد حماسه. الشوط الأول انتهى باهت، بدأ الشوط الثاني ونتأمل خير إن شاء الله. صار هسه تبديلين، 3 تبديلات، ونزل زيدان، نتأمل خير. لفت نظري في شيء غريب، ضاوع فوق المظلة مال الجمهور، جماعة الصيانة قاعدين فوق يباعون اللعبة، شوف مكانهم، يعني في الصورة أنا ما شايف مثلها أبد، شوف وين مكانها. أخيرا اجي الهدف الأول، اجي هدف الفوز بنهاية المباراة، يعني فد معجزة. Thank you.
صورة لوتي وأثناء ما الناس محتفلة بنهاية المباراة قلت خلي أنزل قبلهم ألحق على المواصلات. لقيت الدنيا كلها قدامي. أول ما اللعبة خلصت بخير وسلامة توجهنا قبل بوجهنا لشط العرب. وصلنا هناك تقريبا الساعة 1:30 بالليل ولقيناها صايرة نهار، الناس كلها محتفلة ومليان الشط، فالمنظر كلش جميل. شط العرب والكورنيش مالته الساعة 2 بالليل. خمسة مو؟ أريد بيبسي وياك. من دجل البصرة غير السمك تأكل السمبوسة. السمبوسة هي فلافل البصرة. سمبوسة ماش غيبة. اكو ناس راح تنتقد الشباب واكو ناس راح تلوم على شكل الاحتفالات هذه الصاخبة مالتهم، بس انا امالهم يعني هذا عمرهم وهذا حقهم وهاي مباراة ومكان سياحي وفرحانين، خلي الناس تفرح بدون لوم. والشحن والكاميرا خلص، بس هذا الجسر الايطالي اللي طوله اكثر من 1.5 كيلو. هلا اكو شاي؟ اي والله حامض. حامض حلو. حامض حلو شو كيت كات؟ هذا قال شاي شو ملقف؟ شاكوش. اليوم جو مطر على اساس نتمشى نروح لابو شاكوش، بس شويه خفنا من الطين والقضايا بالسوق القديم. الوقت ضيق ايضا. اي وقت ضيق سياره تطلع. واكو هنا محل زين مال حلويات اسمه تاج محل. نشتري شنو؟ نشتري الحلاوه اللي بكل واحد يجي للبصره لازم يشتريها. حلاوة نهر خوز. شو اسمها؟ نهر خوز. ايه لا تستغربوا اسمها. خلينا نضوقها خلينا نشوف. ايه.